أنا يلتحق منا بالهدف العضو الجامعي معاذ بن زايد، نحكي معاه على بطولة أفريقيا تحتضنها منتخب بلادنا انطلاقا من الأسبوع القادم. سي معاذ أهلا بك. تحية لكم، شكرا على السيدة. مرحبا. دونك نحكيو شوية تنظيميا وفنيا. نبداو تنظيميا، شنو هي آخر استعدادات بلادنا لوجيستين خلينا نقولوا البطولة هذه؟ توا على الساعة الخامسة مساء بعد 10 دقائق نوصلوا في أكبر اجتماع من اللي بدينا نخدموا جميع أعضاء الهيئة الموسعة للتنظيم. اليوم معناتها باش تعطي معناتها خلاصة أعمالها إلى حدود معناتها اللحظة هذه، معناتها شنو اللي تعمل، شنو اللي مازال لازم يتروشك. اليوم معناتها نجم نقول لك اللي ترتيبات بنسبة 80% معناتها وقعت اتخاذها. بالطبيعة الأربع الأيام هذوما القادمين يهموا معناتها وصول الوفود، إذا كان عندنا الوفود الكل هوني باش تنطلق بصفة رسمية عملية النقل، عملية الإيواء، عملية تنسيق معناتها ما بين المواقع هذه. هذاك علاش نجم نقول لك انه الى حد هذه اللحظه معناتها احنا قاعدين نخدموا، نقول لك زاده كيف كيف ب 14 ساعه معدل 14 في النهار في الكيوجي معناتها في مقر هيئه التنظيم كيف كيف في دار الجامعات. ما نجموا كان نقولوا اليوم الامور على العاد. معناها زي بالنسبه للناحيه التنظيم جاهزين معناها 100% ان شاء الله لانطلاق البطوله باذن الله. ما عندنا حتى خيار سواء نكونوا في مستوى الحدث، اما ممكن الحاجه الباهيه نجم نعطيهم اليوم ديما نخدموا ونفيقوا انه اذا كان فما ثغرات نقايص يتم تداركها في الابان. اليوم معناتها في الاجتماع هذا نعطيكم سكوب لكم الدومه باش يتم معناتها بعث لو كلوب تونيزي، معناتها لو كلوب تونيزي هذا معناتها مسؤولين الانديه باش يتراسوا معناتها رئيس من جمعيات منخرطه للجامعه التونسيه كره اليد. نخليكم فيما بعد تكتشفوا على الصفحه الرسميه الجامعة التونسية. قول لنا شكون اللي تعطينا سكوب عطيتنا مكملين. فخلي الرئيس يعطي المسألة هذه لأنه احنا نحترموا فما بعض الأعضاء مازالوا على مستوى التنظيم مازالت ما عندهمش المعلومة. فلو كونسيبت واضح معناتها أنه بعد ما انتهينا مع الترتيبات الكل باش نحضروا معناتها نقول أنا شارات المسؤولين الأندية عملناها بالنسبة للاعبين القدامى وباش تقعد معناتها زاد كيف غدوة بالنسبة للمنتمين للجامعة التونسية بمختلف هيكلها كيما الرابطات في إدارة التحكيم. حابوا الناس الكل تكون موجودة في الصالة هذه في القاعة هذه وإن شاء الله تكون حفلة لنا الكل. باهي نحكي شوية على الحضور الجماهيري، كيفاش اسكو شنو التوقعات نتاعكم باش يكون موجود الجمهور في خصوصا في المقابلة الأولى، نتصور مقابلة النهائي إن شاء الله ولا نصف النهائي أكيد الجمهور باش يكون موجود، لكن المقابلة الأولى ما فيهمش برشا أونجو. سي معاذ شنو عملتوا باش يكون الحضور الجماهيري كبير في المقابلات هذه؟ لازم نكونوا واقعيين كما قلت انت وانت فاهم العمليه، معناتها اول مقابله يوم الخميس ونعرفوا ماناش في عطله مدرسيه. هذاك علاش معناتها نتصور اذا كان تعرفوا معناتها شنو البرنامج باذن الله باش يكون في حفل الافتتاح، لانه فما يوغا كتف سبكتاكل في حفل الافتتاح في الوقت هذا معناتها بدايه الاسبوع باش يتم الترويج رسميا معناتها للحفل هذا. نتصور انه الحقيقه يجلب، انا واحد من الناس حتى ما نكونش رياضي نجي باش نتفرج في الحفله هذه. بالنسبه للمسائل اللوجستيه معناتها باش تكون فما دينافيت، معناتها باش يكونوا فما عمليه تامين تنقل من بعض نقاط في تونس العاصمه كما مشارح في بورقيبه لي معناتها نقل الجماهير من العاصمه معناتها خاصه نحكي على العاصمه بالطبيعه لي قاعه رادس في انتظار انه في المقابله الثانيه الثالثه الامور تحسن اكثر. واكيد كما قلت انت نصور المحرار معناتها اليوم الحراره باش تطلع في الدور الثاني معناتها تصاعدين مع المقابلات. النافات كل قداش كل ساعه هكا ولا مع المقابلات؟ والله هذه توا باش داخلين في الاجتماع معناتها عسقري باش يتحدد باش يتم تحديده بصفه نهائيه. بالنسبه لحفل الافتتاح كنت تحكي عليه انت وظهر لي شوقنا باش نشوفوه، نجموا نعرفوا عليه شويه هكا تفاصيل؟ باش يكون اربع مقاطع، مقطع غنائي معناتها في دار معناتها نقول انا فما سبكتاكل 13 دقيقة معناتها لفرقة موسيقية معروفة كيف كيف نقول انا العرض الأخير إن شاء الله هذا كل نستناو في التراخيص معناتها حتى التراخيص نجيبو. ألو هذاك علاش؟ الو اي تفضل تفضل سمو. باش يكون فما مجموعه من الخارج في العرض الاخير، متوقف العمليه على استكمال بقيه الاجراءات الاداريه حتى تكون المجموعه هذه. المجموعه هذه معناتها لاول مره باش تدخل تونس، نقول انا سيلو شو سبورتيف معناتها اليوم
في إطار الاستعراض الرياضي معناتها خاص بكرة اليد. خلي معناتها التفاصيل نقدموها بإذن الله قبل الحفل الافتتاح. ما زلتوا ما تعرفوش اسم المجموعة معناها ولا كيف؟ والله نعرفوا اسمها بالطبيعة، ولكن اليوم الوحيد اللي نجم يتحدث الموضوع هذا هو صاحب معناتها الشركة اللي هو اللي باش ينظم وخذا معناتها على مستوى الصفقة، الصفقة اللي قمنا معناتها عن طريق استشارة عمومية معناتها ارسلت عليه. ماذا بينا هو اكثر مختص يتحدث المسألة هذه، نعطيك الخطوط العريضة وان شاء الله معناتها ان شاء الله يكون حفل محترم جدا. واضح. باهي نحكيو شوية رياضيين، اولادنا جاهزين ان شاء الله؟ والله باذن الله معناتها عندنا معناتها منتخب ممتاز جدا. حاجة باهي نقول انا بعد ما حدث سويسرا مع النشرة الصحية معناتها ما عنيش مصابين، هذا الاهم. لأول مرة إن شاء الله ويدينا على قلوبنا ديما نقولوا، لأول مرة تدخلوا دورة كاملين على مستوى عناصرنا، لأول مرة نقول عندنا مدة معناتها ما لعبناش كاملين، هذا المهم. كيف كيف فما تركيز كبير. هو كاملين ما يسمعك برشا، خاطر مثلا وائل جلوز هو عنده مدة عنده ظرف صحي. والله هذيك لازم يكون موجود معناتها. الأسباب القاهرة معناتها ما نتحكموش فيها معناتها، وائل ربي يشفيه وإن شاء الله عودة سريعة للميادين معناتها لأسباب صحية خاصة به. اكيد انه قيمه ثابته، ولكن على المستوى معناتها اللاعبين اللي بداوا التحضيرات معناها اللي بداوا التحضيرات الى حد الان معناتها مجموعه كامله قاعدين معناتها نتمرنوا في قاعه رادس باش ناخذوا لي روبير نتاعنا معناتها كمجموعه. فيما بعد باش يكون فما ليله المقابله اخر تمرين باش يكون في قاعه الحمامات، باش نخليه حتى على مستوى حفل افتتاح معناتها امكانيه تجربه معناتها اليوم حفل الافتتاح في القاعة. ولحد الآن اللي قام في الحمامات كيف كيف مكان معناتها هادئ جدا، المعنويات باهية، لكن كما تعرف وانت عندك خبرة في المسألة هذه انه الدورة راهو بالمرحلة بالمقابلة، ماذا بينا اكيد ناخذوا الامتار الاخيرة واحنا ما عندناش مصابين، وفما لاعبين لازمهم ياخذوا ثقة بالطبيعة اكثر مع بعضهم. فما كيف كيف بالنسبة للفنيين حتى في اكثر، ولكن القولين لو كومبورتمون ديفونسيف معناتها كيف باش يتحسن ولازم يتحسن، وهذا كل يجي معناتها بالمقابله بالمقابله. شو نتاع ماتش اميكال غدوه ضد الكونغو ويكلو، علاش ما بلا الجمهور؟ اولا هو نصف نقول انا سمي ويكلو معناتها نصف بدون حضور جمهور، لانه ستة ساعات حقين يكونوا الاعلاميين يكونوا موجودين. ولكن اليوم تعرف انا اليوم ماذا بيه المدرب هذا اخر مقابلات اللي باش يحط فيه معناتها بعض الرسوم التكتيكيه على مستوى الجمهور. اكيد انه ما نجمش اليوم نقول لك انه اذا كان اليوم عندنا دوانسه فقط يدخلوا يتفرجوا ما يتفرجوش، فماذا بينا اليوم نحميه معناتها اليوم حياه المجموعه من ناحيه اليوم الرياضيه بالطبيعه، انه الاحتفالات التكتيكيه المنتخب معناتها استحوذوا عليها. بالنسبة للإعلاميين نعرفوهم، الإعلاميين يعرفونا مرحبا بهم، فقط تطلب الإطار الفني ما تكونش معناتها فما دي سيكونس معناتها اليوم فيلمي معناتها ما فماش تسجيل للمقابلة أو حتى منقل بعض المقتطفات، وللصحافة بإمكانية المتابعة ومعناتها وتدوين ما يرى معناتها، وهذايا معناتها حل لقيناه احنا الجامعة ما شفناش موجب انه حتى نحرموا الاعلاميين والصحفيين المقابله الاخيره انه يكونوا معناتها ملتحمين بالمنتخب. واضح. يعطيك الصحه سي معاذ بن زايد العضو الجامعي على كل هذه التفاصيل. اكيد دعوه لكل الجماهير من اجل متابعه بطوله افريقيا، بطوله مؤهله للاولمبياد ان شاء الله. منتخبنا نتمنى يكون موجود يتوج بالبطوله هذه ويتاهل الاولمبياد، اكيد كما بعد منتخب كره الطائره ان شاء الله منتخب الهوند يكون موجود في اولمبياد التركي. التحق بنا زميلي امير الدريدي، اكيد كما تعودتوا بعد شويه تبدا ستار اكسبريس. اهلا بك امير. مرحبا اسلام.